تلزمني اليوم شساعة البحر ومياه لا حد لها لكي تبلل الجمر الذي يعتارنا حسرة على ابن ريفنا. نحن هنا اليوم عفوا جميعا يدا في يد من أجل مساندة الطفل وسيم الرحموني. نتكلم طبعا عن المساندة المعنوية. وسيم الرحموني هو الطفل المحب للحياة، هو الطفل الذي ما كان يعلم يوما أن المرض سيطرق بابه، هو الطفل الذي دق بابه المرض في بداية طريقه وأحلامه، هو الطفل الذي يحاول جاهدا بابتسامته البريئة ربح معركة المرض، مرض السرطان، مرض العلاج الكيميائي الذي نظف جسده من الشعيرات. نحن هنا مع الطفل الذي تحمل معاناة نفسية وآلام جسدية لن تتحمل وطأتها الجبال. نشي نهارا كينغ ومثنخ وسيم رحموني إديوسين زياري في النغ نمارا نقفوس دقفوس باش نعاون سالجانب المعنوي كتازي المادي. زقومي دنوسان لاحظوا مثنخ وسيم لابتسامة وفارق شيق ممنس نخصت نسقسس الشعور نص نهارا خل أمسية التضامنية إنك أنت. السلام عليكم. شكرا الزوق لهم تقالوا أشكار بني سيدي سانكوشي بغيمو نيش الشعور إنو نيش شي نسيمة ثيرا ترجع حد الضياب بركي بزاف يبان سان نفس الشيء نشيس ونزعاو. مين يعني الكلمة غثيني نهار المنظمين ذيو ذن مارا يدي حضان ذاني تانشين مارا نحضاد من أجل ماذا؟ من أجل وسيم نحضاد باش أش نساند من غسنتيني شان كلمة شكر نخ أساس شكا بزف زف تم المنظمين باش إيجي يماني باش راني هيني سمتي وكماني بهنا يمكن وخا من قلة تفيرة تخبى وجيبو كلشي جيو وجيبو صرايف مات جيو الأمسيات و المهم الحمد لله. الحمد لله على كل حال نحن معك جميعا من أجل ربح معركة هذا المرض الخبيث إن شاء الله. أجي شاف السيدة أمين. رخوك النخ الفنانة ميلودا الغنية عن التعريف تسد ورنت بين المنظمين لهذه الأمسية الحافلة التضامنية مع الأخ وسيم الرحموني. الفنانة ميلودا من تدخلني نهار الرسالة نغل هدف الأمسية. السلام عليكم أبعدا تشكر شكم سكورشي زي إمين تقممو أتمنى إن شاء الله مانيا أذي استمر ديما أبنا ذي مذي تقتخان سهراتي أمكنا والحالة نواسي من خميس الحسيمينو إيوا نش الهدفينو هو واسي من خفيق نفاي إن شاء الله أصح ذا خفام غرا خمي غاي مغاي إن شاء الله هذي قنفا ذي دورة مخيت من قارك شاد دور الدكتور ذو ذي الهدفينو وانش الزخي لواسي من خفيق قنفا صافي. شكرا جزاكم الله خيرا ونتمنى إن شاء الله ذي دور ذا طبيب أدي الدنيا مشقان. الأستاذ محجوب بن سيالي هو إعلامي ومقدم برنامج فين غادي هو منظم هذه الأمسية اللي احنا حاضرين فيها لمساندة الأخ وسيم الرحموني. مرحبا بك معنا وممكن تقولنا الفكرة كيف جاتكم باش تنظموا هذه التظاهرة لمساندة الأخ وسيم؟ أولا شكرا لكم في إميغ 24 على هذه الاستضافة وعلى الاهتمام بهذه الأمسية التضامنية مع الشاب وسيم. الأمسية التضامنية هي جات واحد النتاج ديال تفكير المجموعة ديال الأصدقاء المقربين من 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 الشاب وسيم خصوصا الأصدقاء ديالو في الحي في مدينة الحسيمة المدينة الأم اللي جا منها وسيم. أنا كنت في بروكسل بالصدفة يعني وأنا أصلا ولد الحسيمة فيعني تلاقيت مع الإخوان وطلبوا مني أنه يعني ناخذوا واحد المبادرة باش نعاونوا وسيم نعاونوه بالأساس فيما يتعلق بالشق المعنوي حيت في مجموعة ديال القضايا اللي شبيهة بقضية ديال وسيم الكل كيركز على ما هو مادي. احنا بغينا نركزوا على الجانب الانساني والجانب العاطفي والجانب المعنوي اللي هو الاساسي باش وسيم ان شاء الله انه يقدر يتغلب على هذا المرض ويعني ويعيش حياه عاديه ويحقق الاحلام ديالو. فالامسيه التضامنيه المنطلق ديالها هو هذا انه نجمعوا مجموعه ديال الفنانين كذلك نجمعوا واحد العدد ديال الناس اللي غيحضروا معنا في هذه الامسيه هذه ان شاء الله باش نوصل لهم واحد الرساله
ونوصلها بالاساس لوسيم على انه وسيم ما راكش بوحدك، بان انت كوسيم عندك عائله كبيره، عائله ممتده في مختلف بقاع العالم، ماشي فقط في المغرب، ماشي فقط في الحسيمه المدينه ديالك الام، وانما في مختلف بقاع العالم، بانه الناس حاسين بك، لانه كلهم متضامنين معك وكيحسوا بانك انت جزء من الاسره. فالفكره الاساس هي هذا، انه نجمعوا الناس باش نحسوا وسيم بانه ما راهش بوحدو، وكذلك باش نحسوا الناس بانه كاين وسيمات اخرين اللي كيعانيوا في صمت. الحمد لله القضيه ديال وسيم استطاعت انه تصبح اليوم قضيه راي عام، كلشي كيهضر على وسيم، كلشي كيبغي يدعمو ماديا معنويا، وهذا الشيء جميل جدا. لكن الهدف الاساسي انه نقولوا للناس خاصنا نكونوا متضامنين، خاصنا نحيوا الصله ديال الحب، ديال التآزر، ديال التواصل ما بيناتنا، لانه كاين واحد العداد ديال الوسيمات محتاجينا. ف الأمسية الهدف الأساسي ديالها كنعاود نركز عليها هو هدف معنوي. درنا 15 أورو بالنسبة للونتخي، هاد 15 أورو المبلغ اللي غيتجمع غيتقدم الوسيم والعائلة ديالو بشكل مباشر، وهذا ماشي كمصاريف الطبيب، وهذه كنسطر عليها بزاف، لأنه كل ما يتعلق بمصاريف الطبيب إلى حدود الساعة كاين العائلة ديال وسيم، وكاين مجموعة من الجمعيات ومجموعة من الإخوان هنا في بروكسل وفي المغرب اللي يساهموا باش أنه تخلص هذه المصاريف كلها. لكن هذا المبلغ اللي غيتجمع اليوم غيتقدم الوسيم كدعم معنوي، رغم أنه فلوس ولكن كدعم معنوي، يدير بها ما بغى، يدير بها ما بغى، انه تكون عنده ارجون دو بوش ديالو، حيت حنا عارفين بان وسيم جاي من المغرب، فبالتالي كيحتاج مصاريف. المصاريف ديال الطبيب الحمد لله كنشكروا جميع الناس اللي عاونوه، من العائله ديالو ومن المقربين والجمعيات، كلهم داروا يد في هذه القضيه. لكن الاساسي ان وسيم كيحتاج مصاريف اخرى اللي متعلقه بحياته الشخصيه، وحنا ان شاء الله كنحاولوا ان نكونوا واحد النقطه في بحر من المبادرات الانسانيه اللي كتصب كلها في دعم هذه الحالات الإنسانية اللي ممكن تصيب أي واحد فينا، وماشي بالضرورة وسيم مريض نشوفه فيه مريض، بالعكس وسيم هو واحد الحالة اللي احنا مجموعين عليها كاملين باش نقولوا للناس بأنه باقي كاين الإنسانية، وباقي الناس فيهم الروح ديال التآزر والحب والتواصل. جميع ما يتعلق بأمور ديال الأمسية فهي مجانية 100%. جميع الفنانين يعني كلهم كانت عندهم واحد الاستجابة فورية مباشرة بعد ما اتصلنا بهم. هنا كنبغي نشكر واحد الفنان اللي الحمد لله يعني لقيته إلى جانب ديالي، حتى هو جواد شاكر، اللي يعني كان من المساهمين في إنجاح هذه الأمسية. بخصوص الفنانين فكلهم يتعلق بلاصال، كنشكروا سينابيل اللي يعني لقى وفرها لنا بالمجان وكنسطر عليها بإلى. فبالتالي يعني كل ما يتعلق بالأمسية الحمد لله تأكدنا بأنه المغاربة باقي فيهم الخير، واللي قال بأنه المغاربة راه ما فيهمش الخير وما كيتعاطفوش فهو غلط، ومازال ما عرفش المغرب على حقيقته. الأستاذ المحجوب، شنو هي الرسالة اللي ممكن توصل أو تقول للناس اللي كيشوفوا فينا؟ الرسالة اللي كنبغي نقول للناس هي أنه نحيي صلة التضامن والتآزر. احنا في نهايه المطاف احنا مسلمين، وحنا عندنا في الدين ديالنا كاين حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاحنا جسد واحد، يعني لهذه الحاله بحال وسيم هي واحد الحاله اللي كتمسنا احنا كنا نحيو روح التضامن، نحيو روح التآزر، لانه وسيم مجرد حاله، ولكن كاين حالات اخرين بزاف محتاجه لنا انه ان شاء الله نقلبوا عليها باش نعاونوهم ويمدوا لهم يد المساعده، لانه في نهايه المطاف الدين ديالنا كيحت على التآزر. والاهم من هذا الشيء كله، اهم من هذا الشيء كله، بانه في نهايه المطاف المرض مجرد ابتلاء من الله تعالى باش يمتحن المريض، ولكن يمتحننا حنايا، لانه في نهايه المطاف احنا جزء من الانسانيه. فإلا كنا متضامنين فالاكيد ان وسيم بعد سنوات غيبره فضل هذا الدعم المعنوي بالاساس، اكيد انه غيتغلب على المرض ديالو، وغنشوفوه ان شاء الله طبيب كنركز عليها، لانه الامنيه ديالو وقتاش ما هضر معايا كيقول لي انا الامنيه ديالي انني نولي طبيب. فانا متاكد ان شاء الله بانه وسيم غيبره ويحقق الاحلام ديالو ان شاء الله. الشكر الجزيل استاذ محجوب، فلا يسعنا الا ان نرفع قبعاتنا احتراما لكل من ساهم في نجاح هذه الامسيه.